حاجتين في الحياة لابد أن تزرع قيمة، لابد أن تزرع قيمة. أعيد كلامي، حاجتين في الحياة لابد أن تزرع قيمة. ما هي؟ الصلاة والتعليم. الصلاة والتعليم. كيف؟ لا تحاول أنك تخلي ولدك يصلي بالقوة، بالمشعاب لازم تروح تصلي. ممكن يروح يصلي بس من أجلك، عشانك، يروح المدرسة علشانك مو علشان نفسه. فهذه لابد أن تكون قيمة عالية، اللي هي التعليم والصلاة. حاول تعود ولدك أنه يصلي من أجل أن الله سبحانه وتعالى يغفر له، أنه هذا شيء مفروض عليه مو علشاني أنا. لأنه ممكن أنت، بعد إذنك بس دقيقة، ممكن تفرض عليه الصلاة يقول لك خلاص بروح أصلي، ويروح مكان ثاني ويقول لك صليت، صح ولا لا؟ ممكن يصلي حتى بدون وضوء، بس أهم حاجة عشان يسمع كلامك. تفضل.